بسم الله الرحمن الرحيم. احب اتكلم بشباب الاطباء على who's in risk for HCV infection. دايما HCV زي ما انتم عارفين كلكم ان احنا بنحب نتكلم عن الريسك. مين دولت؟ طبعا اول ناس اللي هم الهيلث كير وركر، اللي هو مين؟ الدكاتره والتمريض والفنيين والبورترز في المستشفى والناس اللي هي بتخدم على العيان اللي ممكن تشك من سرنجه منه او تشك من الدم او هو بينظف له الحاجه بتاعته وفجاه نتنقل الفيروس دي، وللاسف الشديد دي بنشوفها كتير. فاحنا دايما بنلاحظ جدا، وعشان كده دايما في الوقت مكافحه العدوى من الحتة اللي احنا بنحب دايما ننبههم. لو في عندي التهاب كبد وبائي سي او بي بننبه مكافحه العدوى عشان العيان ده يبقى معروف ان يتخذ الاحتياطات اللازمه عشان ما يحصلش عدوى للمحاطين به. ده اولا. ثانيا طبعا اي مشتقات الدم او حاجه زي كده ما ينفعش تروح تاخد، او يعني الدكتور لازم ينصح العيان ان يروح ياخد الحاجات دي سيرتيفايد او يبقى في حته امنه. ما ينفعش ياخد في مستشفيات مش ملهاش كريدت او ملهاش ترتيب في وزاره الصحه، ان سهل جدا ان انا اخد من عيان عنده هباتيتس سي عشان هيبيع كيس الدم في شيء الفلاني وخلاص خلص كده. فده نصيحة لشباب الأطباء، إن لازم لما هطلب دم هطلب دم. لو المستشفى بتاعتك ما فيهاش الوسيلة بتاعت الدم الآمن، لازم تطلب الدم من حتت معروفة اللي هي تبقى تبع الدم الآمن، أو سيان البلازما أو أي مشتقات الدم، حبا فيهم حتى الألبومين كمان. بالنسبة للموضوع التاني اللي هو هيباتيك انفلوبسي، هيباتيك انفلوبسي أو انسفلوبسي بعد ساعات بيقولوها كده، هو فكرتها كلها إن الكبد بالنسبة لنا بيبقى الأمونيا زادت، وده طبعًا ليه نظريات كتيرة زي ما أنتم كلكم عارفين، لكن أكثرهم شيوعًا هو وجود الأمونيا بنسبة عالية في العينين بتوعنا. وهيباتيك انسفلوبسي طبعًا دايمًا بنشوفه بعد لما العيان بياخد وجبة بروتين عالية، سواء لحمة، فراخ، بيض، سمك، أو أي وجبة بروتين بالنسبة له يروح مديها في الأكل جامد. فبتلاقي بعد كده ابتدى العيان يدخل في ديس أورينتيشن وابتدى يدخل في كونفيوجن. وطبعًا دي مراحل بسيطة زي ما احنا كلنا عارفين، لكن المراحل الأساسية اللي ممكن يبقى عندي جيت كوما 3 أو 4 ونضطر اسفين ان احنا نحطه في رعايه. وبالتالي دي مشكله كبيره، ان طبعا وجود رعايه على حسب البوبوليشن بتاعنا مش ايزي انف ان انا خليني اقدر ان انا احطهم العينين دول بالكميه دي في الرعايات اللي موجوده. فبالتالي الوقايه خير من العلاج. نعمل ايه بقى؟ العيان اللي احنا شاكين ان في مشكله في وجوده او في ان هو يعني طفص شوية في موضوع البروتين والحاجات الأكل بتاعه، يستحب جدا إن هو يمشي على ما يزودش عن 40 جرامز زي ما احنا بنقول في بروتين بير داي، ونواحهم بقى، عاوز ياخدهم لحمة، عاوز ياخدهم فول، عاوز ياخدهم سمك براحته. لكن أهم حاجة عندي هي إن هو يبقى حريص جدا على إن هو ما يدخلش في بداية غيبوبة. طبعا الحقن الأشرجية الإنما دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، ان هو الانيما دي لوحدها ممكن تخلي العيان يفوق ويصحصح ويبقى زي الفل. لكن انا التريتمنت بتاعي ان انا بدي طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو امريزول او يعني فلاجيل او ميتروندازول بالاصح، وبعد ساعات بندي ريفاكسامين، وبعد ساعات بندي الحاجات اللي هي بنحب نديها زي الاكتلوز عشان يخلي ما يبقاش فيه كونستيبيشن خالص، وبندي بعد ساعات الحاجات اللي انتيبيوتيك لو في بوسيبيليتي اوف انفكشن. هو رجاء شديد للهباتيك انفلوبسي لو انت لحقته من الاول هتوفر العيان ده يتحط في رعايه ويتبهدل، وان هو يبقى ملتزم لطريقه الدايت بتاعته، ملتزم لطريقه الدايريتكس، ان بعد ساعات العيان بيحس نفسه عنده اساتس جامده. فياخد انت مثلا مديله يعني مديله نوع من انواع الدايريتكس كميه معينه، روح مدبل الكميه دي وروح مدخل نفسه في مشاكل وفي غيبوبه. واتمنى ان يعني دي تبقى رساله واضحه لشباب الاطباء، انك انت تبقى قريب للعيان وتبقى تفهم تفكيره، عشان بعد ساعات هو بيخاف من المواجهه بتاعتك ويقول بدل ما اروح لدكتور يزعق لي لا انا اتصرف كذا وان شاء الله هبقى زي الفل. فتفهمه على المخاطر الحاجات دي عشان نوصل للطريق الامنه للعيانين بتوعنا. شكرا جزيلا.